مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان. يتجدد اللقاء وحلقه جديده من برنامج ملاعب الابطال ومتابعه لكل تفاصيل اخبار العاب الرياضيه المختلفه من داخل جميع الصالات ومن كل الملاعب العالميه والافريقيه والعربيه، وبالتاكيد المتابعات والتفاصيل الخاصه بالمنتخبات الوطنيه والبطولات المحليه. ضيف حلقتنا النهارده نجم كبير من اسره كره السله المصريه، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر، كابتن طارق السعيد. طبعا كابتن طارق حاليا هو عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره السله المنتخب حديثا، واكيد طبعا نجم زي كابتن طارق كبير ليه تاريخ عريض في كره السله سواء على المستوى المحلي او المستوى الدولي. تواجده كعضو في مجلس اداره اتحاد كره السله هيكون ليه تاثير ايجابي. منتظرين طبعا من مجلس اداره اتحاد كره السله الجديد العديد والعديد من الامور الهامه، وخاصه يعني ملف المنتخب الاول، فانتظرونا في الجزء الثاني من حلقتنا النهارده وحوار مهم مع كابتن طارق السعيد عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره السله. النهارده كان في اعلان لفت انتباهنا كلنا فريق الاعداد، وهو اعلان NBA افريكا عن فتح باب التسجيل للموسم الثاني على التوالي من دوري جونيور NBA ليج. فرصه متاحه للولاد وللبنات الشباب من الجنسين اللي بتتراوح اعمارهم ما بين 12 سنه و15 سنه. طب الفرصه دي مين بالظبط؟ للولاد الغير مسجلين حاليا في اي انديه، ما عندوش الفرصه انه يسجل في اي نادي او يروح يلعب في اي مركز شباب، فبالتالي بيديله فرصه علشان يروح ويختبر ويكون موجود في المعسكر ده. زي ما قلت، فرصه للغير مسجلين في انديه وعندهم موهبه او شايف في نفسه عنده المقومات اللي تخليه لاعب كره سله وتاهله انه يشارك في دوري سواء على الدوري المستوى المحلي او المستوى اللي عنده طموح، يعني بمعنى اصح كده لعيب عنده طموح. واللي بيشرف طبعا على الكلام ده طبعا اهم منظمه عالميه في كره السله طبعا، وهي الام بي اي. موضوع مهم جدا وبيبين قد ايه بصراحه اننا مش بنبص على موضوع اكتشاف المواهب او الكشافين زي ما كنا بنقول عليهم ايام زمان، لان الموضوع ده مهم جدا. يعني الام بي اي بيدور في العالم كله على الولاد اللي زي دي، بيستثمر فيهم، لان طبعا اللعيب ده لعيب كره السله ده هو يعني تلاقي لعيب بيحب اللعبه بس مش عارف يمارسها فين، مش عارف المكان اللي ممكن يروح له عشان يساعده عشان يكون لعيب يروح فين. فبالتالي هو بيجي لك لحد هنا علشان يحاول يساعدك انك تحقق حلم حياتك. يمكن اللي برضه للمعرفه، يمكن ام بي اي في افريقيا، احنا عارفين افريقيا قاره افريقيا فيها 54 دوله، الام بي اي ليها خمس مكاتب في افريقيا، يمكن مكتب الرئيس الهيد اوفيس في جنوب افريقيا، وفي مكتب ليهم في السنغال، وشفنا السنغال عندها مواهب في كره السله قد ايه. نيجيريا نفس الكلام فيها مكتب هناك، وفي مكتب في كينيا اللي يعني حاليا ماشيه بسرعه قويه جدا الى قمه المستوى العالمي والافريقي، بتأدي مباراه قويه سواء على مستوى الولاد او مستوى البنات. والمكتب الخامس في مصر، وكان من نصيبنا ان احنا يبقى عندنا مكتب ام بي اي في مصر. المكتب ده طبعا مسؤول عن منطقه شمال افريقيا كلها، وبصراحه في ناس كتير كانت يعني ساعدت ان المكتب ده يجي هنا في مصر. طيب لو جينا اتكلمنا عن الفكره دي، بصراحه الفكره دي بتاخدني الفكره بتتنفس في مصر حاليا، وهي فكره كابيتانو. كابيتانو حاليا في مصر بيعتمد على ايه؟ بيعتمد ان هنا بنروح ندور على الولاد الموهوبين اللي عندهم امل، اللي عنده طموح، اللي عنده حابب ان هو يكون نجم في كره القدم، وبس مش لاقي الفرصه تجيله او ما عندوش فرصه ان هو يروح نادي او يروح مركز شباب او يروح اكاديميه. فقالوا لا، احنا الشركه المتحده بصراحه عامله دور كبير جدا في الموضوع ده، احنا هندور عليك ونشوف انت فين وهنجيلك ونقيمك، ولو انت فعلا كويس هناخدك وهندخلك في معسكرات وهنعمل بطوله عشان نقدر يعني في الاخر كده يبقى عندنا مجموعه من اللاعبين نقدر نختار منهم او ننتقي منهم المجموعه الاصلح اللي هي تكون موجوده في الانديه. طبعا ان شاء الله موسم كابيتانو السيزون الثالث هيبدا قريبا على الشاشات، هيتعرض على شاشات اون تايم سبورت، حصري طبعا على شاشات اون تايم سبورت. تجربه كويسه جدا وفكره هايله اننا بنساعد الولاد دي علشان تكون موجوده
في انديه ومراكز شباب هي ما عندها ما جاتلهمش فرصه ان هم يعني يقدروا يلتحقوا بيهم، فبالتالي هم اللي راحوا ودوروا عليهم. الفكره برضو بتدور على المواهب اللي يعني بتدور عليهم بنفسك، ويكون عندك يعني زي اختبارات بس اختبارات بقى علميه وناس متخصصه هي اللي بتشوف وبتعمل الدور ده علشان يقدروا يوصلوا لاعلى المقاييس اللي بيختاروا بناء عليها اللعيبه اللي هتشارك في المعسكرات دي. طبعا الام بي اي زي ما قلنا هنا في مصر عمل الموضوع ده السنه اللي فاتت، وكان في عدد كبير جدا من اللاعبين كان شارك في الجونيور ام بي اي ليج، وعشان كده هم بيكرروه السنه دي للسنه الثانيه على التوالي. السنه اللي فاتت كان في لعيبه بعد السيزون ده ما خلص، لعيبه كتير انضمت لانديه، يمكن تقريبا انا مش عارف العدد بالظبط، بس كمان شويه هيبقى معانا مداخله المهندس محمد عبد المطلب رئيس مكتب ام بي اي في مصر عشان برضه يقول لنا الارقام بالظبط. لكن هي فكره كويسه جدا طبعا ان انت بتدور على اللعيبه دي، او انت بتروح بنفسك ليهم في الاقاليم وتدور بنفسك على الاماكن اللي هم ممكن يكونوا متواجدين فيها عشان تساعدهم ان هم يكونوا في مكان كويس. زي ما قلت مكتب ام بي اي في مصر هنا بيدي فرصه كبيره جدا ان هو يساعد في تطوير اللعبه، لان اصلا ام بي اي بيعتمد على انتشار اللعبة وتوسيع قاعدة المشاركة للولاد الصغيرين عشان يقدر في الآخر عندهم يعني يوصل بعد الجونيور ام بي اي ليج ده عندهم الام بي اي اكاديمي وعندهم الام بي اي سكول. وزي ما شفنا في افريقيا يمكن يعني معظم اللاعبين حاليا اللي موجودين في المنتخبات الافريقيه قويه، يعني عندنا منتخب نيجيريا فيه لعيبه بتلعب في الام بي اي، منتخب السنغال، منتخب كاب فيردي، اكتر من اربع او خمس منتخبات عندهم لعيبه بتلعب في الدوري الامريكي لكره السله خاصه، وكمان غير الدوري الامريكي لكره السله بيلعبوا في اليورو ليج ودوري قوي جدا جدا جدا. طبعا الشيء بالشيء يذكر ان مش الباسكت بس المفروض نعمل فيه كده، لا احنا عندنا ممكن نلاقي مواهب كتير في العاب كتير، العاب القوه والجودو ورفع الاثقال، كل دي العاب لازم ندور عليها وننزل لها ونشوف مين الانسب. يعني بالاخر كده نرجع فكره الكشافين تاني علشان ندور على الكلام ده. ويمكن كمان على مستوى رياضات السيدات لو رحنا دورنا في السيدات هنلاقي مواهب كتير جدا. السيدات عندها برضو يمكن لو قلنا ان تقريبا تاريخ مصر الاولمبي في لا عندنا اكتر من ميداليه، اكتر من مش عارف بالظبط كام ميداليه، لو حتى زمان في الاعداد يقولوا لي اللي جابهم سيدات، يعني عشان برضو ما انساش برضو كان عندنا طبعا عبير عبد الرحمن، عندنا ساره سمير، عندنا هدايه ملاك، فريال اشرف، جيانا فاروق وغيرهم كتير كان ليهم دور كبير جدا في عدد الميداليات الاولمبيه لمصر. وده طبعا ملف الرياضه النسائيه ملف مهم جدا لازم برضو يعني نشوفه وندور على بطلات جداد يمثلونا في الاولمبيات. يعني كده بتكلم بشكل عام على كل الرياضات، لكن اللي احنا حاليا هنتكلم عنه دلوقتي طبعا هو الام بي اي وتجربته في مصر. عشان كده هينضم لنا على الهاتف المهندس محمد عبد المطلب رئيس مكتب ام بي اي في مصر. باشمهندس محمد مساء الفل. مساء الخير يا كابتن محمد، اخبار حضرتك ايه يا فندم؟ كله بخير؟ كله جميل، ومتشكر جدا على المقدمه الجميله دي والتوعيه اللي انت بتقولها الحقيقه. لا هي فكره بصراحه يعني حتى قلت في البدايه مش عارف سمعتيه ولا لا، ان هي احنا بنكرر تجربه كابيتانو، احنا اللي بندور على الناس واحنا اللي بنروح لهم علشان نقدر نوصل للعيب اللي نفسه يكون لعيب ومش قادر يحصل على الفرصه، فاحنا بالتالي بندور عليه. بس في البدايه خليني اسالك، عاوزين نعرف ايه هو دور مكتب ام بي اي في مصر؟ بص يا كابتن محمد، احنا دورنا طبعا زي ما انت قلت كده بالظبط نشر اللعبه، زياده عدد الممارسين ولاد وبنات. احنا طبعا بالتواصل مع الاتحاد المصري لكره السله بنشتغل معاهم على التوازي، اذا كان الاتحاد المصري بيشتغل على قطاع الانديه ومراكز الشباب والحته دي، احنا بنشتغل دلوقتي في حاجه موازيه ان احنا نحاول نوسع القاعده، نشوف لعيبه، نكتشف مواهب، وده بيزود القاعده الاجماليه لعدد اللاعبين اذا كان بقى من المسجلين في الانديه او غير المسجلين. بنحاول برضو ابتدينا نعمل بعض البرامج مع المدارس اللي برضو كده في الاخر بالصب انك انت لو عندك مثلا 50,000 لاعب مسجل، لا انت عايز توصل ل70 و80 و100,000 لاعب مسجل، ده كله بيؤدي لزياده القاعده، الهرم بيكبر معاك، تقدر يبقى عندك الفرصه الاكثر او الفرصه الاعلى انك انت تلاقي المواهب اللي انت عايز توصلها
للمستويات الاعلى، اذا كان على مستوى NBA او على مستوى يورو ليج زي ما بتقول، او على مستوى حتى الانضمام الانديه اللي بتشارك في بطوله انديه افريقيا باسكت بول افريكا ليج، وده الليج اللي احنا برضو شغالين عليه على مستوى افريقيا. مصر طبعا ليها فريق موجود على طول فيها، فدي دي دي دي, دي, دي يعني الاوجه بتاعتنا تمام. للشغل بتاعنا هنا في مصر. طب خليني اعرف منك السيزون الثاني لمسابقه او ايفنت الجونيور ام بي اي افريقيا، عاوزين نعرف ايه هي اصلا، عباره عن ايه بالظبط، اشرح لنا وازاي بنشتغل عليها وايه اللي حصل السيزون اللي فات. بص، احنا السيزون اللي فات عملنا ايه؟ فتحنا باب الاشتراك لكل اللي عايز يشترك، جالنا حوالي 1600 طلب للاشتراك. رجعنا للاتحاد المصري، استبعدنا كل العناصر اللعيبه المقيده في الانديه، لان اللعيبه المقيده في الانديه عندها المكان اللي تلعب فيه. بالظبط، ده مش ده الفئة اللي انت مستهدفها. لا، مش ده التارجت بتاعي. ورحنا وصلنا لحوالي 500 500 وشويه ولد وبنت، رحنا واخدينهم، عملنا حاجه اسمها كومباين، عملنا قياسات بدنيه وفنيه وطبيه، وصلنا لحوالي 200 ولد وبنت. ابتدينا نمرنهم لمدة 3 شهور، 3 شهور ونص، وبعدين رحنا عاملين الدوري بتاعنا، الماتشات حوالي 49 مباراة، وعملنا الاول ستار جيم زي الان بي اي بالظبط، وطلعنا احسن لاعب واحسن لاعيبة والكلام دوت. من ال 200 وشوية لاعب دول، كان 207 208 لاعب لو انا فاكر صح، 86 لاعب انضموا الأندية السنة دي. يعني 86 لاعب، 86 رقم كبير لاعب، طبعا. الحمد لله، طبعا انجاز كبير. ويعني احنا شايفين نجاح كويس كبدايه للموسم، بدون رسوم يا باشمهندس محمد، بدون اي اشتراكات، بدون اي حاجه، بدون رسوم تماما. وانا مش هقول اسم الراعي، بس انا عايز اشكره ان هو موجود معانا، شريكنا في المشروع دوت، مش هقدر اقول اسمه، بس هم عارفين يعني، لان هم بصراحه عاملين مجهود كبير جدا وبيساندونا في هذا المشروع، والولاد كلها تقدر تنضم وتلتحق بالدوري بدون اي رسوم. السنه اللي فاتت كنا محددين فئه عمريه ما بين 14 و16، السنه دي نزلنا شويه من 12 ل 14 عشان نكتشف من بدري كويس. اتمنى ان احنا نلاقي المواهب اللي يا اما تروح للانديه المصريه، يا اما نقدر نضمها الى احد البرامج بتاعتنا. احنا النهارده واحنا بنتكلم دلوقتي، احنا عندنا في امريكا ما بين مدارس وجامعات امريكيه ولاد وبنات فوق ال 30 لاعب ولاعب. ما شاء الله، رقم كبير. الحمد لله، احنا عايزين بقى ال 30 دولت يبقوا 300. يا رب. يا اما هيرجعوا للدوري المصري يعملوا اضافه، يا اما هيروحوا يعترفوا في اوروبا زي ما انت قلت كده. ده ياخدني لسؤال تاني يا باشمهندس محمد، يمكن انت كلاعب كبير طبعا حضرت الجيل الذهبي لنادي الاتحاد السكندري ولاعيب منتخب مصر، ثم عضو مجلس اداره الاتحاد المصري، ثم نائبا لرئيس اتحاد مصر كره السله، وعضوا في اللجنه الاولمبيه، وعلى ما اعتقد كنت عضو في لجنه مسابقات الاتحاد الدولي، وحاليا على راس مكتب ام بي اي في مصر. شايف ايه اللي احنا محتاجينه في مصر عشان نوصل للعالميه تاني، نرجع على قمه افريقيا في كره السله ونقدر نوصل للاولمبيكس؟ بص، الاتحاد اللي فات كان ماشي بطريقه علميه كويسه، الاتحاد اللي موجود جديد بقياده الاستاذ عمرو مصلحي، انا عارف ان هم هيكملوا، هيضيفوا لهم بعض وجهات النظر او النظريات او الافتراضات اللي هم عايزين يشتغلوا عليها ويطبقوها، وان شاء الله يعملوه كويس فيها. فهم بنفس المبدا اللي احنا بنتكلم عليه، عايزين نشر اللعبه، عايزين زياده القاعده، عايزين عوده الجماهير. عوده الجماهير ضروريه حتميه ما فيهاش كلام. دي مع الشغل اللي احنا بنقوله دوت، مع عندك لعيبه في المدارس والجامعات، عندك لعيبه محترفين، انت بتزود القاعده بتاعتك، الدوري بتاعك هيبقى منتظم مستقر جماهيري تنافسي، هتقدر تعمل تشكيله من لعيبه كويسه موجوده على المستوى المحلي، لعيبه كويسه موجوده على المستوى الدولي. انت النهارده عندك عاصم مرعي ما شاء الله عليه في كوريا، عندك عبد الله بيدو موجود في اسبانيا، عندك عبد الله ناصر، عندك عمر الشيخ موجود في استونيا، عندك باتريك جاردنر موجود في جي ليج. فانت عندك بول اوف تالنت، عندك يعني بوتقه للمواهب تقدر تعمل بيها قاعده، وكلهم اعمارهم صغيره على فكره، تقدر تعمل بيهم قاعده لمنتخب قوي جدا
مع اللعيبه اللي موجوده في مصر بقى، ايهاب وانس وعمرو الجندي وعمر طارق والاسامي اللي احنا كلنا عارفينها، تقدر تعمل منتخب نواته شبابيه فيه خبرات، عندهم لعبوا بره، لعبوا كاس عالم السنه اللي فاتت، لا تقدر تعمل حاجه كويسه. واعتقد ان الاتحاد الجديد كابتن عمرو الصلحي وكل الاعضاء طارق السعيد ومحمد محرم عندهم وجهه نظر في الشغل ده. كابتن محمد عبد المطلب، باشمهندس محمد عبد المطلب، رئيس مكتب ام بي اي في مصر، بنشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق ليكم ان شاء الله في الفتره القادمه في مصر، وتبقوا اضافه لكره السله المصريه وتساعدوا على انتشار اللعبه وتوسيع قاعده الناشئين واللاعبين في مصر. خلينا نروح لسؤال حلقتنا النهارده، وهو برضه طبعا ليه علاقه بكره السله، وهي ما هي توقعاتك لمشاركه الاهلي والاتحاد السكندري في كاس السوبر المصري البحريني لكره السله؟ خلينا نشوف ردود متابعينا. احمد طارق بيقول فوز الاتحاد السكندري على الاهلي في السوبر المصري، خساره الاتحاد السكندري من المنامه في السوبر المصري البحريني. محمد عبد العال محسن بيقول الاتحاد الى النهائي ان شاء الله بعد الفوز على الاهلي ثم كاس البطوله الاتحاد السكندري. سامح علي بيقول اتوقع نهائي قوي بين الاهلي المصري ومنامه البحريني، كما اتوقع فوز الاهلي بالبطوله ان شاء الله. ودي كانت اخر تغريده معانا من متابعينا متابعي برنامج ملاعب الابطال. كل حلقه من ملاعب الابطال بيكون عندنا نجم رياضي حقق نتائج مميزه في بطولاته. هنستعرض مع حضراتكم النهارده مسيره لاعب الجمباز الايرلندي ريس ماكلينجان. تعالوا نتعرف على مسيرته. طبعا عمل اداء اكثر من رائع في باريس وحقق ذهبيه الحصان، اكيد هنشوفه لسه في طبعا لوس انجلوس ان هو لسه لعيب لسه صغير مواليد 99. عندنا تفاصيل كتير النهارده في حلقتنا، فخلونا نتعرف على العناوين. الرئيس السيسي يستقبل رئيس اللجنه البارالمبيه الدوليه. الأولمبية تعتمد القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات تنس الطاولة. منتخب الكاراتيه يصل القاهرة بعد المشاركة في بطولة العالم في إسبانيا. الاتحاد والأهلي يصلان المنامة استعدادا للسوبر السلة المصري البحريني. منتخب السيدات يصل الكونغو استعدادا لبطولة افريقيا لليد. اربع حكام مصريين في بطولة امم افريقيا لسيدات كرة اليد. الاهلي والزمالك حققان الفوز في دوري كرة اليد. نيويورك نيكس يفوز على مضيفه دينفر ناجتس في دوري كرة السلة الأمريكي. وبوستون سيلتكس يهزم لوس أنجلوس كليبرز في دوري السلة الأمريكي. هيليو بويك يقود جيتس للفوز على مينيسوتا في دوري هوكي الجليد الأمريكي. نيو جيرسي يفوز على بريدا تورز في دوري هوكي الجليد الأمريكي. خلونا نروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم باقي فقرات برنامجنا.
بنجدد الترحيب بكل مشاهدينا، وبدايه اخبارنا من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. استقبل اليوم السيد اندرو بارسون رئيس اللجنه البارالمبيه الدوليه بحضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، والدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنه البارالمبيه المصريه. اكد السيد الرئيس على اهتمام الدوله الشديد بالمواطنين من ذوي الهمم باعتبارهم منحه من الله، وان الدوله خصصت ليهم يوم طبعا قادرون باختلاف للاحتفال بهم سنويا، والدوله بتعمل على تيسير انخراطهم في مجريات الحياه بشكل طبيعي بما في ذلك في مجال الرياضه. واعرب السيد الرئيس عن حرص مصر على التعاون والتنسيق مع اللجنه البارالمبيه الدوليه والتزام الحكومة بالعمل دائما نحو تمكين الرياضيين البارالمبيين، مشيرا سيادته إلى أن الدولة المصرية قد حققت في السنوات العشر الأخيرة طفرة غير مسبوقة في البنية الأساسية للرياضة في مصر بما في ذلك إنشاء المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة الجاهزة لاستضافة الأحداث والبطولات الرياضية الكبرى وفقا للمعايير الدولية. طبعا الدولة المصرية بتقدم للرياضة ما لم يحدث من قبل، ودائما اهتمام كبير من القيادة السياسية وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة والرياضيين كان ليه أثار إيجابية كتيرة على الرياضة المصرية في الفترة الأخيرة. خلينا نروح لأخبار الانتخابات، واللجنة الأولمبية المصرية اعتمدت النهاردة القائمة النهائية للمرشحين لخوض انتخابات اتحاد تنس الطاولة والمقرر إقامتها يوم 13 ديسمبر المقبل. ضمت القائمة النهائية للمرشحين على منصب الرئيس تامر وفقي ووائل سنوسي وأشرف حلمي، أما على منصب نائب الرئيس يخوض الثنائي عبد العزيز محمد السيسي وخالد محمد الحفني، وعلى منصب أمين الصندوق يخوض الثنائي محمد الماوي ومحمود كمال، أما على منصب العضوية يتنافس كل من أشرف إبراهيم ووليد محمد محمد سيد وهبة الله حامد وسامي سعيد ورغد مجدي وهشام أحمد ناجي وعمر فهمي. فكل التوفيق ونشوف إن شاء الله مجلس يكون متوافق ويعمل لصالح لعبة تنس الطاولة. نروح لأخبار الكاراتيه، وصل القاهرة النهاردة منتخب مصر الكاراتيه بعد حصد المركز الثاني في بطولة العالم للكاراتيه واللي أقيمت في إسبانيا، واللي تصدرها المنتخب الياباني بالحصول على 3 ميداليات ذهبية، بينما جاء منتخبنا الوطني في المركز الثاني بعد أن حصد الميدالية الذهبية اللي حققها منتخب الرجال كوميتي بعد الفوز في المباراة النهائية على منتخب إيران نتيجة 3-0، عشان يحتل منتخبنا المركز الثاني في جدول الترتيب العام للبطولة. كان في النهاردة استقبال رسمي للمنتخب في مطار القاهرة بعد العودة من إسبانيا، خصوصا أن يمكن أول مرة في تاريخ الكاراتيه المصري يحقق ذهبية في منافسات جماعية في بطولة العالم. بكده خلصت تفاصيل اخبار العابنا الفرديه، تعالوا اتعرف على تفاصيل اخر الاخبار العاب الجماعيه. بدايه تفاصيل اخبار العاب الجماعيه من كره السله، والاتحاد السكندري والاهلي وصلوا النهارده الى مدينه المنامه بالبحرين لخوض مباريات كاس السوبر المصري البحريني لكره السله. نظام كاس السوبر المصري البحريني يمكن ده اول مره يتلعب، هيشهد المنافسه على 3 كؤوس. الكاس الاول هو السوبر المصري واللي هيبقى بين الاتحاد والاهلي يوم 28 نوفمبر اللي جاي ان شاء الله يوم الخميس. بعد كده كاس السوبر البحريني هيبقى يوم 29 نوفمبر، هيبقى بين المنامه والاهلي البحريني، ويوم 30 نوفمبر هيكون كاس السوبر المصري البحريني بين الفائز من السوبر المحلي البحريني وبين السوبر المحلي المصري. الاهلي والاتحاد وصلوا النهارده، قدامنا على الشاشه دلوقتي لقطات من وصول بعثه النادي الاهلي وبعثه نادي اتحاد السكندري للمنامه. الفريقين خاضوا تدريبات النهارده استعدادا للمباراه يوم الخميس القادم ان شاء الله، واللي متوقع ليها هتكون طبعا مباراه قويه جدا، يعني نادي الاتحاد النادي الاهلي فريقين اقوياء جدا ان بينافسوا بعض، يعني الثلاث اربع سنين اللي فاتوا دول المنافسه قويه جدا بين الاهلي والاتحاد. الاهلي غادر للبحرين بقائمه بتضم 14 لاعب، وهم عمرو زهران وابراهيم زهران وايهاب امين وعمرو الجندي ومروان سرحان وسيف سمير ومؤمن خيري ومصطفى كيجو واحمد مهيب وجون دانيال جون دانيال روبرتسون وعبد الله محمد وعمر طارق ورامي ابراهيم ومحمد خيري. بينما ضمت قائمه الاتحاد السكندري واللي اختارها كابتن احمد عمر المدير الفني للفريق 14 لاعب، وهم هيثم كمال وعلي احمد واحمد عادل وانس اسامه ويوسف شحاته وعبد الرحمن خالد ويوسف شوشه ومحمد طه واحمد ابو العلا وياسر صلاح وباسم الليثي وجاسر الكيكي وويليام شيري وياسين ياسر. ان
ان شاء الله النسخه الاولى من السوبر المصري البحريني تكون لفريق مصري سواء النادي الاهلي او نادي الاتحاد السكندري، لانها هتبقى ان شاء الله دي اول نسخه دايما بتبقى في الذاكره والتاريخ. من كره السله هنروح لاخبار كره اليد. وصلت بعثه منتخب مصر الاول لكره اليد سيدات الى الكونغو الديمقراطيه استعدادا لخوض منافسات بطوله كاس الامم الافريقيه رقم 26، والمقرر اقامتها خلال الفتره من 27 نوفمبر الجاري وحتى 7 ديسمبر المقبل. بتضم قائمة المنتخب واللي اختارها الكابتن رامي عبد اللطيف المدير الفني 17 لاعبة، هما مي جمعة وفرح الشاذلي ومنة الله سيد ومروة عيد عبد الملك وملك طلعت، ودول طبعا الاثنين لاعيبة بتوعنا اللي محترفين في الدوري الفرنسي، وسارة الخولي ويارا هاني وروان سعيد وليلى هيثم وفاطمة عرابي وشاهد حسام ومريم عمر وأمينة هشام ولوجي عبيد وتقى كامل ورانا رادي ونوران خالد. البطولة طبعا هي المؤهلة إلى بطولة العالم القادمة، واللي هتقام بتنظيم مشترك في ألمانيا وهولندا خلال شهر ديسمبر من العام المقبل 2025. كنا طبعا قلنا قبل كده في حلقة قبل كده أن منتخبنا في المجموعة الأولى اللي بتضم الكونغو برازافيل والسنغال والجزائر والرأس الأخضر ومنتخب كينيا. أول مباراة لمنتخبنا هتكون إن شاء الله أمام منتخب الكونغو بكرة إن شاء الله، كل التوفيق ليهم في البطولة وإن شاء الله يقدروا يحققوا مركز في الأربعة الكبار أو يوصلوا السيمة فعلا عشان يضمنوا الصعود إلى بطولة العالم. لسه مع اخبار بطوله افريقيا لكره اليد سيدات، ووصل ايضا للكونغو الديمقراطيه رباعي التحكيم المصري كابتن محمود البلتاجي وكابتن حمدي ناصر وكابتن هايدي السعيد وكابتن ياسمين السعيد. الرباعي اللي هيشارك في اداره مباريات بطوله افريقيا نتمنى طبعا ليهم كل التوفيق. اكيد تواجد التحكيم المصري بياكد ان عندنا كوادر في كل المجالات وفي كل التخصصات في جميع الرياضات. شرف ان طبعا نلاقي طبعا حاجه تشرفنا ان نلاقي تحكيم من مصر، اربع حكام بنتين وولدين موجودين في بطوله افريقيا السيدات، كل التوفيق ليهم ان شاء الله ويوصلوا للتحكيم لحد ادوار النهائيه، بس طبعا ما يتمناش انهم يحكموا مباراه النهائيه لان ان شاء الله مصر تكون موجوده في الدور النهائي. مع اخبار كره اليد ايضا ولكن من الدوري المصري المحترفين رجال، الاهلي والزمالك بيحققوا الفوز في مواجهات اليوم. الاهلي نجح في الفوز على نادي الطيران بنتيجه 37-29، بينما حقق نادي الزمالك الفوز على فريق سموحه بنتيجه 26-22. ومباريات كانت من ضمن المباريات المؤجله للفريقين في دوري كره اليد، واللي نقول يعني اشتعل بعد تحقيق نادي الزمالك الفوز على النادي الاهلي في مباراه القمه، واصبحت المنافسه في المرحله الاولى الحاليه طبعا البطوله قويه جدا ومستمر اكيد حتى نهايه المرحله الاولى. بكده خلصت تفاصيل اخبار الالعاب الجماعيه، خلونا نروح نتعرف على تفاصيل الاخبار العالميه. بكده خلصت تفاصيل اخبار حلقتنا النهارده، هنخرج لفاصل، بعد الفاصل هنستقبل ضيف حلقتنا كابتن طارق السعيد عضو مجلس اداره اتحاد كره السله المصريه، فانتظرونا. بنجدد الترحيب بكل مشاهدينا
ويمكن النهارده الحديث مع ضيفنا هيكون عن لعبه كره السله. كره السله اللعبه الجماعيه الوحيده في مصر اللي عالميا او هي وكره الطايره عشان برضو نبقى يعني ايه واضحين اكتر، اللي ما هي يعني مختفيه من على الساحه العالميه، ملهاش وجود على الساحه العالميه وبقى لها كتير، بقى لها سنين كتير رغم الشعبيه الكبيره اللي يعني موجوده لعبه كره السله في مصر. ضيف النهارده لاعب نادي الزمالك السابق ومنتخب مصر، حصل العديد من البطولات وتدرج في المناصب الاداريه وصولا لحد اخر حاجه من اسبوع بالظبط عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره السله، كابتن طارق السعيد. يا مساء الفل عليك. مساء الخير يا كابتن فؤاد، اهلا وسهلا. منورني النهارده وعندنا كلام كتير بقى نتكلم فيه. اكيد معاك تحت امر. طيب خلينا في البدايه كده برضو كابتن طارق، انت لعبت كام سنه في نادي الزمالك وبعد ما خلصت لعب اشتغلت في ايه حتى وصولا لعضو مجلس اداره في الاتحاد المصري لكره السله؟ والله في البدايه طبعا احب اشكرك واشكر اسره البرنامج على الاستضافه والمقدمه الجميله اللي حضرتك قلتها. بدايه لعبي في نادي الزمالك من مراحل الناشئين كانت سنه 92، عن عمر متاخر لان انا لعبت اول سنه تحت 18 سنه. انا بدايتي كانت مع كره السله، كانت صدفه وليده صدفه بحته عشان المقاومات الجسمانيه. كنت ماشي في النادي برضو طويل فحد جابك؟ لا ما كنتش ماشي في النادي خالص أصلاً. كنت ماشي في المدرسه. طب انا كنا بنتكلم عليها على فكره في الانترو بتاعنا النهارده اللي هو الكشافين، لو حد شافك في الأكت... مناسب عندك يعني الامكانيات اللي تهيئك انك تكون لاعب كره سله. ده حقيقي، بس هو ما تمش في الموقف بتاعي او في موضوعي عن طريق كشافين، لا ده كان تم عن طريق مدير المدرسه اللي هو كان على علاقه طيبه بمسؤولين في نادي الزمالك، وهو ساعتها قال لي انت بتمارس اي رياضه؟ قلت له لا. قال لي تحب قلت له احب، فبعتني لكابتن متولي ابو السريه. طبعا هو موجود طبعا بمسي عليه لانه هو راجل ممكن يكون كان سبب في بدايتي. رحت نادي الزمالك حاولت اخش من البوابه رفضوا بالصدفه البحته، كان هو كابتن متولي ابو السريع على البوابه وانا بلف وماشي، فقال لي تعالى مين بعتك كذا كذا. دخلت عملت اللي هو التقييمات المبدئيه بتاعه لعيب السله، فطبعا كنت لسه كبدايه ما فيش اي مهارات، لكن هم شافوا ان انا ممكن اصلح بمقاوماتي ان انا ابقى لعيب سله في المستقبل. ودي كانت بدايتي اللي هي متاخره، اللي ممكن انا بقولها لشباب كتير جدا وبنصح بيها اي حد بيقع في سكتي، اللي هو دايما في امل. بالذات ان الثقافه بتاعت كره السله مؤخرا بتاعت الاولياء الامور ان هم بيبداوا من اعمار مبكره جدا، من 3 سنين ونص ومن 4 سنين و5 سنين، فهم بيبداوا من مرحله صغيره جدا في السن. بالظبط. فاذا بدايتي ديت اللي كانت تحت 18 سنه والحمد لله بالمجهود طبعا وفضل المدربين الكويسين اللي كان ليا حظ ان انا ابدا معاهم، قدرت ان انا اوصل للفريق الاول والدرجه الاولى وابدا اشق الكارير بتاعي في نادي الزمالك على مستوى الدرجه الاولى والمنتخبات. ايه ابرز بطوله اخذتها او فوز انت حسيت بيه ده يعني علامه او ليه ذاكره خاصه معاك في تاريخك؟ والله هو كل بطوله بيبقى ليها طعمها وليها ذكرياتها الجميله، بدايه من بطولات الناشئين، لان ممكن كل بطوله كانت بتبقى هدف بيشبع احساس بالتفوق، او لان الرياضه دايما وحضرتك عارف انت لعيب سله قديم وفاهم ان البطوله بتديك دافع لقدام وبتديك احساس مختلف، فبالتالي بتبقى دافع للي بعديها. على مستوى الناشئين يعني خدت بطولات مع النادي الحمد لله كتير، جمهوريات او القاهره وجيزه ايام ما كانت المنطقتين منضمين تحت مسمى واحد، وعلى مستوى المنتخبات الناشئين بطوله ال 22 سنه البطوله الافريقيه 22 سنه اقيمت في استاد القاهره سنة 96 96 فعلا. بعد كده على مستوى الدوري أنا خدت مع نادي الزمالك 4 دوري و7 كاس مصر و3 سوبر، وبطولات عربية مع المنتخب 3 بطولة عربية. والأغلى اللي ممكن عشان هي قريبة شوية بس بالنسبة لي غالية قوي، اللي هي بطولة البي اي ال 2021 مع نادي الزمالك، اللي هي البطوله الافريقيه تحت رعايه الان بي اي. كنت على راس القائمه الاداريه، كنت رئيس جهاز كره السله في البعثه وكنت المسؤول عن الملف بالكامل منذ بدء دخول الفايل دوت افريقيا بشكل عام. فالحمد لله اول نسخه وكانت فيها خبرات كتير قوي انا استفدتها طبعا. قدرت ان الحمد لله اعدي ساعتها وقتها يعني الفريق لبر الامان، وتوج ساعتها فريق الزمالك بالبطوله في اول نسخه ليها. تمام. خليه بقى الاول، طب خليه اطمن في الاول على جانا اخبارها ايه؟ يعني طبعا كابتن طارق السعيد عنده ما شاء الله نجمه،
يعني ما شاء الله تكسر الدنيا. يعني جانا طارق السعيد بتلعب طبعا في امريكا حاليا، هيقول لنا بقى اخبارها ايه، بس دي برضو من الكابتن محمد عبد المطلب كان قال عليهم احد بطلاتنا، احدى بطلاتنا اللي موجودين بره. هي الحقيقه يا جانا، طالما حضرتك خاصتها بالذكر، لا حابب اذكرها واذكر كل زميلاتها اللي موجودين بره. احنا عندنا مجموعه اللي انا عارفهم برضه عشان ما انساش، جانا طارق السعيد وجانا الالفي وسلمى خضر حقيقي، ومين تاني بقى مش، وفي كمان في هنا عبد العال، وفي ملك واكد، في جنى عيسى، ما شاء الله في اسامي كتير كتير مؤخرا الحمد لله البوابه ديت اتفتحت لاولادنا سواء بنات او بنين، واكثرهم بنات مؤخرا. ودي كانت مشكله ثقافه مؤخرا، كان في تردد كبير حتى بالنسبه لجنى ان انا اسفرها، لان جنى بقى لها 3 سنين دلوقتي بره. كانت التفكير ان انا اسفرها على هاي سكول ولا اسفرها على السكول اللي هي الجامعه، توقيت نفسه بالظبط اللي هو ثالثه ثانوي او السنه لما تروح الجامعه. في الاخر خدت مش الريسك يعني، خدت المخاطره او جمدت قلبي وراحت مدرسه في اوهايو اسمها ويسترن ريزيرف اكاديمي، خلصتها وبعد كده انتقلت لجامعه يونيفرسيتي اوف ممفيس، وبعد كده انتقلت دلوقتي دخلت الترانسفير بورتال الانتقالات لويليام اند ماري في فيرجينيا. تمام. فهي زيها زي الطيور المهاجره كتير جدا، اللي انا سعيد بالتواجد والتمثيل ده بره لاكتساب الخبرات من المدارس المختلفه في امريكا بالذات، لان هي المتاحه دلوقتي لاولادنا للدراسه والاكتساب الخبرات الرياضيه في الباسكت، وبحيث يرجعوا لنا ويعملوا يرجعوا بالعائد الفني الكبير على منتخبنا. تبقى بوابه بعد كده حتى لاوروبا يعني، ما مش في اوروبا الكونسبت دلوقتي احتراف، لكن في امريكا ليه معظم اولادنا سواء بنات او اولاد بيطلعوا امريكا؟ عشان في امريكا ما فيش في الاعمار الصغيره ما فيش دوري انديه، سكولرشيب وجامعات الان سي دبل اي بالظبط، هي بتبقى سكولرشيب او في المدارس بتبقى منحه وبتدار في الدوري دوت الان سي دبل اي، دوري قوي جدا بحيث الولاد كلهم بياخدوا الخبرات الممكنه يعني. ربنا يوفقها ان شاء الله هي كل بطلاتنا اللي بره. خليني بقى اروح معاك بقى انتخابات السله، قائمه الكابتن عمرو مصلحي اللي نجحت كان كام واحد من القائمه نجح في كابتن عمرو؟ من قائمه الاستاذ عمرو مصلحي هو الرئيس استاذ عمرو، واربعه من القائمه بتاعته، واربعه من قائمه دكتور مجدي ابو فريخ. يعني في ميكس؟ في ميكس. كم عضو مجلس اداره يعني كان موجود في الدوره اللي فاتت؟ ثلاثه بالظبط كانوا اعضاء مجلس اداره، منهم اثنين كانوا نجحوا في الانتخابات التكميليه المكمله اللي هي مؤخرا اللي بقى لها سنه، ايمن علي ومحمد ايهاب، استاذ ايمن علي وكابتن محمد ايهاب بالظبط. خليني اسالك، هل كان ليكم يعني قائمه الاستاذ عمرو مصلحي كان ليها برنامج معين او يعني خطه معينه كنتوا بتعرضوها على اعضاء الجمعيه العموميه اللي انتوا كنتوا رايحين لهم؟ عشان ده اكيد بتروحوا وزرتوا كل الانديه، فاكيد بتعرضوا برنامج بتاع القائمه بتاعتكم. ده حقيقي. كان عباره عن ايه؟ والله البرنامج كان عام وشامل، بيتداخل في كل قضايا وملفات كرة السلة المطروحة. طبعا قبل عرض البرنامج احنا في كل الجامعات العمومية اللي زرناها احنا كنا بنسمع المشاكل، وكان كل المشاكل تقريبا احنا اوير بيها او على علم بيها، لان احنا كلنا من اسر كرة السلة وحاسين بالمشاكل دي. وكل مشكلة طبعا يعني زي في مشاكل منتخبات، زي في مشاكل مناطق، مشاكل تحكيم، مشاكل دعم مالي، مشاكل تسجيلات وارتفاع قيمة التسجيلات على كاهل الأندية، لأن يعني في أندية بغض النظر عن الأندية الكبيرة، في أندية كتير في الدلتا أو في الصعيد التسجيلات وارتفاعها مؤخرا ده بيسبب عبء كبير قوي عليهم، فبالتالي ارتفاع التسجيلات وارتفاع العبء المالي دوت بيخلي المشاركات تتقلص بالظبط. فلما المشاركات تتقلص القاعدة بتقل، فلما القاعده بتقل بتتفاجأ ان في انديه كانت بتمثل مناطق معينه بخمس وست انديه بتتقلص لناديين بس، فطبعا لما يتقل في كل منطقه تنحصر المشاركات، منافسه المشاركه ومنافسه بتقل، فبالتالي بينعكس على المستوى نفسه، ما بينعكس على المستوى، وفي الاخر بتصب بالسلب او بالايجاب في المنتخبات، في مصلحه المنتخب بالزبط. ومصلحه مصر. تمام. يعني انتوا كنتوا بتسمعوا من الانديه او الجهات اللي كنتوا تروحوها يعني اعضاء الجمعيه العموميه، وبنفس الوقت بتعرضوا انتم ممكن هتعملوا ايه بالزبط. الحلول اللي هتبقى موجوده بالظبط، الحلول المطروحه والقايمه انا ذاك، لان دلوقتي طبعا في مجلس متالف جدا ميكس من القايمتين، فاحنا بنعتبر نفسنا ان احنا اهدافنا واحده كلها
سواء الاهداف الايجابيه اللي كانت في قائمه دكتور مجدي او الاهداف الايجابيه اللي في قائمه استاذ عمرو قيمان. طب انت كونك كنت لعيب كبير في نادي الزمالك اكيد وانت لعيب كنت بتشوف بعض الحاجات اللي تقول انا لو رحت وكنت في منصب متخذ قرار او يعني عضو انا هعمل كذا وهغير كذا، ايه القرارات اللي انت يعني ناويها من زمان انت ناوي تعملها مع اتحاد السله؟ والله يعني هي دي برضو قرارات فرديه ليا او كشخصيه زي ما اقول كانت عندي زي ما حضرتك سالت فقبل ما انضم او قبل ما اكون موجود في مجلس اداره اتحاد السله، وهي بتتوافق مع باقي الزملاء في المجلس زي حاجات كتير قوي، يعني اعاده النظر او الجدوى من بعض المسابقات زي الدوري المرتبط. هي مسابقه بقى لها فتره طويله، طيب هل المسابقه ديت باحمالها بعدد مبارياتها بتصب في الصالح العام، صالح العام اللي هو منتخب مصر ولا لا؟ طب ايه جدوتها؟ هل هي فعلا رجعت بالاثر الايجابي على فرق الناشئين وارتباطها بالدرجه الاولى؟ لان هو طبعا حضرتك عارف ان ترتبط سنه بال 18 سنه بسبب 16 وسنه بال 16 سنه بناء على الاجنده الدوليه اللي هي ده عنده افريقيا او ده عنده افريقيا بالظبط. فدوت كله ملف تحت النظر لاعاده المسابقه دي نمره واحد. حاجه تانية التحكيم، احنا الحكام بتوعنا على اعلى مستوى وفعلا يعني هم اعلى مستوى من النزاهه كمان، يعني دي حاجه فرضيه لازم نستبعدها ونشيلها من الامور كلها اللي بتطرح من الاعلام. لكن هل هم محتاجين دورات تدريبيه وكلينكس ومراكز تدريب للتحكيم معينه على اعلى مستوى عشان الارتقاء بيهم ودراسه الملف المالي لبدلات الحكام عشان تتوافق مع حجم الحدث بتكلفته على الانديه وعلى الاتحاد ولا لا؟ اه طبعا ده محتاج، يعني خلينا نقر الموضوع ده. لكن طبعا الحكام المصريين في عندنا حكام اليت، يعني حتى مش كلاس اي، لا في عندنا حكام اليت ليفل عالي جدا وبيتم طلبهم او استخدامهم في معظم البطولات الدوليه سواء الكاس العالم او الاولمبيكس او بطولات افريقيا. هاخد من كلامك ده معنى كده ان في اتجاه ولا لسه في دراسه لتغيير شكل المسابقات سواء بالنسبه للناشئين او الكبار الفتره الجايه؟ اه طبعا، بس الفتره الجايه يعني في مسابقات اوريدي بدات فانت بالزبط. مش هتعرف تعمل فيها اي حاجه، هتمشي على نفس السيستم اللي بدات بيه لازم هي اوريدي بدات وقربت تخلص فانت مش هتقدر تعمل فيها اي حاجه. وفي مسابقات تانيه برضو تحت الدراسه، يعني في مسابقات الناشئين والجمهوريات ده احنا يعني بصدد تغيير المسابقات الناشئين والجمهوريات دي لسه ما بداتش، الجمهوريه لسه ما بداتش، فاحنا بالزبط. نقدر ان احنا نغير فيها ليه؟ يعني انت عشان انت محتاج ان انت يبقى فيه تمثيل وتواجد من الاقاليم اللي هي بالذات في الدلتا او في مدن القناه او في الصعيد بالزبط. طب التمثيل ده لازم يبقى مهم، انت مش هتقدر تبداه كله مره واحده على مرحله واحده بدايه من الفرق الدرجه الاولى، فانت بالتالي لا لسه عندك المجال ان انت تبداها من قطاع الناشئين والجمهوريات بتاعه الناشئين، ان انت توجد طريقه ان انت تسمح للمدن ديت مدن القناه او الصعيد بالمشاركه في الجمهوريات ديت اللي احنا في مرحله البحث اوريدي عشان نبدا التفعيل. طب برضه هاخد من كلامك برضه واشادتك بالحكام المصريين، طب ليه احنا يمكن الثلاث سنين الاخيره كنا بنشوف دايما في نهائي الدوري السوبر المصري باستخدام حكام اجانب؟ دي حقيقه يعني موضوع كان زي ما حضرتك قلت ما كانش فيه، انا بشكل شخصي برضو مش هقدر اتحدث عن زملائي لكن بشكل شخصي انا ده كان موضوع ما كانش مرضي ليا بنسبه كبيره قوي. انا عارف ان احنا عندنا حكام كويسين بالزبط. وكنت بزعل كغيره واحد مصري على حكامه اللي هم يعتبروا قضاة الكره السله، يعني قاضي كره السله هو الحكم زي القاضي اللي في المحاكم اللي الناس كلها بتثق في نزاهته وعدله. الموضوع دوت كان بيتم ممكن نقول تحت ضغط الانديه وتحت طلب الانديه، ضغط وطلب. كان بيحصل استجابات طبعا في معظم الاوقات، بس انا شايف ان الفتره اللي جايه احنا هنشتغل على تطوير التحكيم، طرح وتجديد وتعزيز الثقه في الحكم المصري، اثقاله سواء بشكل فني او مادي عشان يتناسب مع حجم الحدث، حتى بنحاول نوسع القاعده نفسها بتاعه الحكام الكويسين، يعني احنا زي ما قلت لحضرتك من شويه احنا عندنا اليت فور، اربع حكام ممتازين جدا، لا هو احنا ممكن نشتغل ان احنا نزودهم بدل ما يبقوا اربعه يبقوا خمسه يبقوا سته يبقوا سبعه لحد ما توسع القاعده بحيث ابقى انا عندي الاريحيه والاختيار والفرايتي ان انا اقدر اوزع
الحكام دولت على المسابقه او على الماتشات المختلفه القويه، والحكام في الاخر او الفرق المتنافسه محدش هيشتكي من حاجه طول ما الاخطاء قلت وطول ما العداله وجدت والوقوف على مسافه واحده من كل الفرق، فاصبح ان ما فيش اي شكاوى خاصه حسنة. وبكل شك ان ما فيش حكم بيتحيز لاي فريق لصالح فريق تاني، ده بدون ده شك أنا يعني. كلها غلطات عاديه زيها زي دوري الاسباني بالزبط. زي اليورو ليج زي الام بي اي كلها بتبقى كده. بس هو في حاجه حابب اوضحها برضو، الحكم بيخطا حتى لو حكم مصري او حكم اجنبي بالزبط. حتى لو بيحكم في مصر او بيحكم بره مصر، احنا عندنا المشكله هنا ان بيبقى في ضغط جماهيري والحكام بيبقوا موجودين معانا في المجتمع، ففي حكام ممكن تتاثر بالضغط دوت، وفي حكام اقوياء ان هم يقدروا لا يواجهوا الضغط دوت، والسفاره تطلع في محلها في الوقت المطلوب بالظبط بدون وضع اعتبار او حساب لاي شيء تاني خارجي. طيب عشان انا بقى فتحت ملف الجماهير، خلينا بقى نخرج لفاصل ونرجع طيب. نكمل معاكم بقى كلامنا مع كابتن طارق السعيد وعضو الاتحاد المصري لكره السله. رجعنا لكم تاني مع كابتن طارق سعيد عضو الاتحاد المصري لكره السله. كابتن طارق، وملف عوده الجماهير، يمكن لو تفتكر كنا قاعدين بنتكلم حتى في الفاصل ايام زمان، استاد اسكندريه واستاد القاهره وجماهير الاتحاد السكندري والنادي الاهلي ونادي الزمالك كانت هي الحاجه الحلوه في الماتشات. شفت الماتشات كانت بتبقى عامله ازاي؟ لو كانت الماتشات بتبقى يعني المنافسه محدش عارف مين هيكسب، اهلي ولا زمالك ولا اتحاد، حتى نهايه طبعا نادي الجزيره طبعا، بس هو ما كانش ليه جمهور او ماليش يعني ظهير جماهيري زي الانديه الشعبيه الثلاثه الكبار يعني. الملف ده تشتغلوا عليه في الاتحاد السنه دي؟ هو ده مش ملف، هو ده ممكن نقول عليه الكور بتاع الرياضه. جميل. او العصب بتاع الرياضه، يعني ايه؟ يعني هو بدون جماهير ما فيش متعه، بدون جماهير ما فيش موارد ماليه، ما فيش سبونسرز، ما فيش بيع، ما فيش بث تلفزيوني، ما فيش دعم منتخبات اللي انا عن طريق وجود الجماهير هقدر ان انا انطلق لكل المسميات اللي قلتها لحضرتك دلوقتي. فاذا ده اكبر من تسميته بملف، ده قضيه. زي ما حضرتك ذكرت احنا لعبنا كلنا وحضرتك لعبت برضو في ظل وجود جماهير، حتى لو جماهير ما بتمثلش النادي زي نادي الجزيره ملوش ظهير جماهيري، بس بيلعب وسط جماهير الاتحاد السكندري في استاد اسكندريه وسط جماهير الاهلي الزمالك، وبيلعب واخد على النوع ده من الضغط. طيب في الموضوع دوت ليه اكتر من فايده غير الشق المالي اللي انا قلته اللي هو بتاع تواجد الجماهير، فبالتالي في رعاه، فبالتالي في بس، فبالتالي في اعلانات، فبالتالي في دعم، فبالتالي في صرف على منتخبات. لا، هو في شق تاني، ثقه ان احنا لعبتنا او الجيل الحالي دوت تقريبا ما لعبش في ظل ضغط جماهيري خالص. بالظبط. طيب اللعيبه ديت لما بتطلع بطولات افريقيا، وحضرتك انت عارف ما ادراك بملاعب افريقيا، لا بيبقى في تواجد جماهيري وضغط. طيب لو طلعت كاس العالم بيبقى فيه جماهير، فبالتالي هو ما عندوش الاحساس او السنس بتاع وجود الجماهير، فبالتالي ممكن الاداء بتاعه ما بيبقاش نفس الاداء والصالات فاضيه. فده ملف مهم، ده عامل مؤثر جدا على اللعيب. طبعا طبعا عامل النفسي مؤثر جدا ومهم جدا. وانا بقول ان الجيل الاجيال دي كلها لا محرومه من الوجود الجماهيري، لان ده حافز في حد ذاته وبيدي قوه وبوش قوي جدا للعيب ان هو يطلع اقصى ما عنده كمان، فبالتالي بتنعكس على شكل المباريات باداء اللعيبه الجميل، كمتعه دوري، كنجاح مسابقه. طيب الشغل على الملف ده احنا كلنا عندنا قناعه، سواء المجلس كله بالكامل بالملف دوت. العمل اوريدي بدا عليه بقوه، وفي الحقيقه لقينا استجابات جميله جدا من الجهات المعنيه بالملف دوت والجماهير، واللي هو ان شاء الله هيبان تاثيره قريبا جدا في الادوار اللي قبل النهائيه والنهائيه للدوري المرتبط ان شاء الله. يمكن اتحاد السله عنده تقريبا ثلاث رعاه، هل في خطط لجذب وجلب العديد من الرعاه خلال الخطه بتاعتكم؟ لان دي اهم حاجه تعتبر بالنسبه لنا. دايما كانت حاسه يقول احنا ما عندناش والامكانيات والكلام ده كله. تمام، ده سؤال مهم جدا وانا سعيد ان حضرتك سالته. هو انا مبدئيا لما اقدر لما احب ان انا ابيع حاجه عندي ديت مش لازم اعرف قيمتها قد ايه، قيمتها التسويقيه وقيمتها الفعليه قد ايه عشان اقدر ابيعها، عشان اللي يشتري يعرف المردود بتاعه ايه. احنا يعني دخلنا الاتحاد مش من زمن بعيد، يعني وقت قريب جدا من حوالي اسبوع، فدلوقتي احنا بصدد
التقييم الفعلي لقيمتنا السوقيه الرياضيه. طيب لقينا ان في ممكن قصور او جوانب كتير جدا محتاجه شغل وتدعيم واعاده بناء، اللي هو اعاده البيت من الداخل. الشغل على الجوانب دي كلها هيعلي قيمه الاتحاد وكره السله السوقيه، فبالتالي لما اجي اطرح نفسي للرعاه لا انا هجيب افضل عرض وافضل سعر. فهي حته التجديد مع الحالي مع الرعاه بدون النظر لقد ايه انا قيمتي السوقيه الحاليه وان انا قد ايه اقدر اطورها عشان تقصد ان القيمه السوقيه الحاليه ممكن تكون اصلا اعلى من كده وانتم ماضيين بارقام اقل. هي ممكن هي طبعا هي اعلى من كده بكتير. الدوري المصري والكره السله المصريه مش بالاسم الهين ان انا اقدر ان انا ادور على رعاه ايا كان ايه المبالغ او ايه العروض اللي بيقدموها ان انا اقبلها وبس. انا مفترض يبقى عندي مكان بدل العرض 5 ومكان الاوفر 6، وانا اللي اقعد اختار واشوف افضلهم ليا وانسبهم طبقا للترمز او للتعاقدات اللي بتتحط، اللي هي مفترض دايما تبقى لصالح الطرفين. بس احنا كاسم تسويقي كبير جدا في الوطن العربي وفي شمال افريقيا لازم نستغله صح، وبيتم حاليا دراسة الموقف بتاع الاتحاد سواء من تطوير البلاتفورمز كلها، سواء الموقع الموقع سواء البلاتفورمز الثانية اللي هي انستجرام او السوشيال ميديا عامة او قناة اليوتيوب السوشيال ميديا عامة، ان انا اقدر ارفعها اطورها انميها اشوف النواقص بتاعتها وبعد كده اعرض نفسي للرعاة. فكرة كويسة جدا طبعا. خلينا بقى السؤال، احنا بقى لنا 41 سنة ما لم نحصل على بطولة افريقيا لكرة السلة. ايه اللي ناقصنا وايه اللي ناقص مصر عشان نرجع تاني لقمة كرة السلة افريقيا ونقول ان احنا نروح للاولمبيكس؟ هو في الفترة الزمنية الكبيرة قوي اللي حضرتك قلتها ديت ممكن تكون عوامل كتير قوي أثرت في عدم الوصول. يعني هي كلها دايرة واحدة وكلها مسمعها في بعضيها، سواء المدربين سواء اللاعبين سواء نظام الدوري سواء النظام المتبع أو النظام المتبع للتحضير للبطولات المؤهلة لكأس العالم أو للأولمبياد. ممكن يحصل قصور في أي عنصر من العناصر المذكورة ما يؤديش للوصول. طيب ما ننكرش ان على الفتره دي كلها ولا يعني بالعكس الناس كل على مدار 41 سنه بمختلف الاتحادات اكيد كان هدفهم الوصول، واكيد الناس اشتغلوا طبقا لخطط منظمه جدا ورؤى واضحه، بس ما وفقوش في الاخر. طيب احنا بنقول ان مر في ال 41 سنه ديت اجيال كتير تستحق ان هي توصل وما وصلتش، لان احنا مش بنغني منفردا زي ما بيقولوا، احنا حوالينا دول كتير كله شغال وكله شغال لوحدة. يعني لحضرتك لو تاخد بالك دايما على المراكز الاولى الافريقيه على مدار السنين دي كلها بيحصل روتيشن ما بين اسامي زي انجولا اللي احتكرتها فتره حقبه كبيره من الزمن، زي نيجيريا دخلت شويه، تونس دخلت شويه، تونس دخلت 2009 و10 و11 تونس بالظبط، وحاليا جنوب افريقيا. طيب انت لما جنوب السودان جنوب السودان. فطبعا انت زي ما قلت انت مش لوحدك في السبق، في السبق في دول كتير. هنقول ان مؤخرا جنوب السودان والتفوق اللي هي فيه هو مش نابع من طفره حصلت في الدوري الجنوب السوداني، فبالتالي لا هو ليهم ظروفهم، ظروفهم ان كلنا عارفين ان اللعيبه كانوا بره اصلا بيتجمعوا بره، هم قدروا بس ان هم يجمعوا المجموعه ديت كلها تحت نظام معين وسيستم ناجح ادى للصوره اللي احنا شايفينها كلها. طيب خليني اخدك بقى، انت قبل ما تروح كعضو اتحاد كره السله المصري كنت طبعا رئيس جهاز كره السله نادي الزمالك، عاوزين نتكلم عن الدوري المصري السنه دي، شايف المنافسه هتبقى ازاي؟ خاصه التأكيد كنت موجود وعارف يعني بتدعموا نادي الزمالك بلاعيبه طبقا طبعا لقوه الدوري، فقول لي بقى رايك الدوري السنه دي هيبقى قوي ومين الفرق اللي هتنافس وشكله ايه السنه دي هيبقى عامل ازاي؟ والله هو الدوري السنه دي على صفيح ساخن زي كل سنه طبعا. الاتحاد والاهلي طبعا قوتين لا يستهان بيهم حاليا واسمين كبار في عالم كره السله. انا شايف ان الزمالك السنه دي طبعا بينضم للمنافسه الثلاثيه. سبورتينج نادي طموح جدا، عامل مباريات هايله جدا، بيعتمد على شباب صغيرين بنيهم من ولاد النادي بتدعيم بمحترف طبعا، فعامل اداء وشكل حلو. في اي وقت سبورتينج مش عايز اقول حصان اسود، ان هو اكبر من مسمى حصان اسود، عادي جدا ان هو يكسب فرقه من الثلاثه. فالحقيقه لا هو السنه دي المنافسه
قويه. ممكن نادي الجزيره طبعا مع احترامي لتاريخه وتواجده وبطولاته، بس هو بعد شويه ممكن دوت طبقا لسياسات داخل النادي بتقليص ترشيد النفقات، ترشيد النفقات شويه على الالعاب. بس هو الجزيره هيظل اسم وهيظل برضو يتعمل له ألف حساب طبعا في اي مباراه من الانديه اللي انا ذكرتها مع فريق نادي الجزيره. عندك المنصوره للاتصالات، في التامين، في فرق كتير جدا، في سموحه طبعا ما تقدرش تستهين. طلع الجيش برضه عمل ماتشات كويسه، وصل الثمانيه، طلع الجيش وصل الثمانيه سنين، طلع الجيش كمان عمل ماتشات كويسه جدا. لا ففي فرق كتير جدا طبعا، فتقول في الاخر ان المنافسه صعبه، وان غدا لناظره لقريب هيبان، لان المنافسات دور الثمانيه هتبقى بعد بطوله السوبر اللي هي في البحرين اللي اكيد حضرتك هتتكلم عليها وقلت لي انت بالظبط عشان نختم بيها. معلش رايك بقى في السوبر المصري البحرين، توقع مين في السوبر المصري او الاهلي والاتحاد، مين جاهز اكتر ان هو يفوز مباراه، والمنامه والاهلي البحريني بعد كده هيلاعب الكسبان من السوبر المصري ده؟ هي انا ما اقدرش اتوقع، انا ممكن اقول رؤيتي الشخصيه. الاتحاد شارك في السعوديه، عمل ماتشات وديه في السعوديه، لعب بطوله ابو ظبي، لعب البطولة العربية في اسكندرية، ايا كانت النتيجة بس ديت كان احتكاك قوي جدا لفريق الاتحاد السكندري. عنده سكواد قوي، عنده الدعم النفسي من الموسم السابق ان هو بطل الدوري والكاس، بالظبط بطل كل حصد كل البطولات، عنده الثقة اللي لعبته هتلعب بيها، فبالتالي كل المقومات او الاستعدادات ديت ممكن تقول ترشحه في نتيجة المباراة. طيب الاهلي قافل على نفسه كويس جدا، تقريبا اخباره مش معروفه، بيقوم بماتشات وديه، ما شاركش ممكن في بطولات رسميه السنه دي او وديه كتير، بس ديت احنا بنسميها في الباسكت قافل على نفسه، مش معروف اخباره. بس هو طبعا كقوام ولاعيبه على اعلى مستوى، لعيبه منتخب مصر معظمه، فبالتالي المنافسه غير متوقعه النتيجه. اتوقع ان هيبقى ماتش جميل جدا، ايا كان مين اللي هيفوز فيهم هيبقى خير ممثل لمصر طبعا في البطوله، متذاعه على القنوات الفضائيه كلها في الوطن العربي. واتمنى طبعا انه يطلع لقاء جميل وينتقل تاني يوم، اليوم اللي بعديه اللي هو يوم 30، لمباراه مع بطل السوبر البحريني اللي هيطلع من او اللي هيفوز من المنامه والاهلي البحريني. كابتن طارق سعيد بشكرك شكرا جزيلا، كنت ضيف طبعا عزيز علينا النهارده في ملعب الابطال. عرفنا منك اخر اخبار طبعا الاتحاد المصري وتطلعاتكم ان شاء الله وخططكم الفتره الجايه، ملف كبير وعندكم ملفات كتيره قوي ان شاء الله تشتغلوا عليها، وان شاء الله يعني تقدروا تحققوا اللي يعني بيتمناه الجمهور المصري في لعبه كره السله المصريه. شكرا كابتن طارق. شكرا كابتن فؤاد، شكر جدا. بشكر كل مشاهدينا ومتابعينا، شكرا جزيلا على حسن المتابعه والى اللقاء.